بشكل مختصر كده قول لي ايه هي الصوفيه وايه هي الطريقه العزميه او الطرق دي ايه؟ الطرق سواء أول الصوف تصوف عموما هو أخلاقيات، وما زاد عنك في التصوف زاد عنك في الخلق. لا قول لي كده بالراحه كده. أقول لك هي عملية أخلاقيات، اللي بيزيد عنك في التصوف بيزيد عنك في الخلق، واللي اه يعني اللي اكثر تصوفا أخلاق يبقى اكثر خلقا يعني، أكثر عارف تقصد خلقا. كده؟ ايوه. ده بالنسبة للطرق الصوفية للتصوف. تصوف. أما الطرق الصوفية فهو يعني ابتدوا في يمكن القرن السادس الإسلامي، وابتدوها لأن كان في فترة رفاهية شديدة جدا في الأمة الإسلامية، فكان في انحرافات كثيرة جدا. هذه الانحرافات عالجها هؤلاء الصوفية بالتقرب إلى الله، وبعدين بالذكر. لأن حضرتك شوف ده بس انا بشوف هنا يعني حاله من حالات التمايل والاهتزاز، ولا ده ايه هدفها ايه؟ أنا قلت سيادتك، حضرتك كنت في مدرسة ثانوي وإعدادي، مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ في المدرسة الثانوي والإعدادي كنا بناخد التمارين اللي هي السويدية، مش كده؟ كان عبارة عن برضو بتركع وبتقف لا وتصوم، السويدي يعني التمارين الرياضيه وبتجري. او ما بتاع، أنا يعني بقولك موضوع أيام مختلف. زمان، لا مش مختلف، أيام زمان ما كانش فيه سويدية، فكان الشخص أو الإمام بتاع الطريقة الصوفية كان عاوز يهد الجسم بتاع الإنسان اللي هو دور معاه، بحيث إن هو أنت عارف حضرتك الليل كله عبارة عن المعاصي كلها بترتكب في الليل، فلما يتهد الجسم بالذكر وبالتلاقى مع الله سبحانه وتعالى هيروح الراجل ده ينام، لا يفكر يأذي حد ولا يرتكب معصية ولا يعجب أي حاجة. ولو حضرتك بصيت للذكر نفسه هتلاقيه هو زي حركات الألعاب السويدية. على الاقل وجهه نظر. بس قول لي ايه هي الطرق بقى قبل ما انتقل للدكتور عبد الله؟ الطرق الصوفية في مصر هنا ولا في العالم؟ لا يعني قول اصل ما عنديش معلومات حقيقيه كفايه، يعني انا قريت طبعا كتير بس عايز اسمع من حضرتك. الطرق الصوفية يا فندم كل إمام من الأئمة بيبقى له أبواب خاصة بيه وله أسلوب للتصوف نفسه، واخد بالك؟ فعندنا الطرق الصوفية دي تنقسم إلى يمكن الطريقة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي، الطريقة البرهامية وإمامها إبراهيم عايز اسالك الدستوقي. سؤال، هل من الصوفيه الصوت المنخفض علشان نقدر الناس تسمعك أعلي بشكل صوتي؟ افضل؟ طب اه لو ماشي سمحت أعلي صوتي. اتفضل. يعني أبو الحسن الشاذلي كان إمام لكل الطرق الشاذلية، إبراهيم الدستوخي كان إمام لكل الطرق البرهامية. ايوه ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده؟ يعني هل دي مثلا يعني مذاهب؟ هل دي لا مش يعني مزاج، امال ايه؟ هي عبارة عن أوراد، و يعني ما مفهوم جديد هو بيضيفه للمفاهيم بتاعت الدين نفسها. مفهوم جديد بيضيفه للدين الدين نفسه بأي يعني بأي معنى؟ من اي معنى؟ قول لسيادتك مثال بسيط جدا، في لو حضرتك قريت القصه في القران بتاعت سيدنا داوود والاخ اللي كان عنده 99 نعجه، وحصل ان هو حكم له بان هو لا يديله، ما ياخدش النعجه منه ويديله من عنده نعجه مثلا ولا يديله حاجه. المفسرين كلهم اغلبهم دخلوا في الموضوع بتاع سيدنا داوود وقصه اوريا الحسي، اللي هو الراجل اللي هو كان قائد في الجيش بتاعه، وكان هو ارتكب معصيه مع زوجته وحملت، فأراد إن هو يقتله حاجة زي كده دوت، وفعلا أذوا في الحرب. ده كلام بتاع التوراة، وأغلبية التفاسير بتاعت القرآن اللي هي القديمة بتقول هذا الكلام. التفسير الجديد اللي برضه الطرق الصوفية قامت بيه، هذا التفسير يختص بالطرق الصوفية لا تحديدا. لا أبدا، ده أي مسلم. التفسير الجديد بتاعه إيه؟ إن هو حكم للراجل دون أن يستمع وجهة نظر راجل آخر. طب ده يفيدنا في ايه يعني دلوقتي؟ يعني لما حكمة كل يعني ولا ايه؟ لا ايوه
ان كده يكون في قضاء انتقالي في شيء، ما تحكمش قبل ما تسمع الخصم الثاني. ده سيدنا داوود حكم قبل ما ينطق الخصم الثاني ويتكلم اي كلام. ده تفسير يعني، دي وجهه نظر مشايخ الطرق الصوفيه، بعضها يقولوا كذا يقولوا كذا، مفاهيم يعني. فديت قطعا شيء جميل، الواحد يفهم حاجه جديده في الدين بتاعه. شيء جميل، حاجه يفهم الدين بتاعه. دكتور عبد الله، انت عملت شرايط او يعني دراسات حوالين مساله الصوفيه، ولك بعض الملاحظات، يمكن لك بعض الانتقادات، يعني بشكل موضوعي عايز اسمع تعقيب حضرتك على اللي اتفضل بيه الشيخ علاء. معذره، الكلام الاخير ده يزعجني. يزعجني ليه؟ انا استاذ الشيخ، القصه اللي بيتكلم عليها فضيله الشيخ موجوده في سوره صاد، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن واقع حدثت في بيت سيدنا داوود. اصل هي يعني احنا مش ده مش ده مش ده موضوعنا. يمكن التفسير هي في مساله خطيره جدا عايز اتكلم فيها. اتفضل. ان التفسير الذي قيل الان اولا ليس من عقليه رجل صوفي او كذا او كذا، ده موجود في كتب التفسير وليس هو التفسير الصحيح. طب ده بيترتب عليه ايه؟ وليس هو التفسير الصحيح كمان. طيب ده حضرتك بترتب على ده ايه؟ لا يعني انا عايز اصحح المعلومه، ان مش ده مش الصوفي هو الذي اضاف هذا للمسلمين، لا ده موجود عند قدماء المفسرين وقايلين هذا الكلام، ان سيدنا داوود مشكلته ان هو تسرع في الحكم وردين على هذا ومبينين الصراحه. يعني هذا كلام، هذه نقطه. يعني عايز اقول ان الصوفيه لم يضيفوا شيئا في هذا. انا بس عايز اقول لحضرتك الارقام اللي قدامي ارقام يعني لافته للنظر جدا. احنا بنتكلم في مصر على تقديرات مختلفة، أقلها 9 مليون وأكثرها 11 مليون، بنتكلم على عدد من الطرق يصل إلى 177 و23 غير مقيد، يعني أعداد كبيرة من الناس. إيه ملاحظات حضرتك على اللي اتفضل بيه؟ ما أنا عايز أقول كذا ملاحظة. يعني هو على الموضوع في حد ذاته. نعم، يعني هو طبعًا الكلام في الموضوع ده، يعني أنا أرجو إنه أنا كنت أتمنى إن يكون بطريقة مرتبة عن هذا، لكن أنا هعلق على الكلام. مرتبة بمعنى إيه؟ يعني مثلا لازم نيجي الاول نقول منشأ كلمه الصوفيه دي جت منين، دي اول حاجه. وده هو الشيخ علاء قدم تفسير انه يعني مع الطرف وكذا وبتاع بدات فكره، وهل هذا من الاسلام ولا مش من الاسلام، وهل الاسلام فيه طرق مختلفه ولا هو طريقه واحده. يعني الله سبحانه وتعالى سمانا جميعا اسما واحدا واختار لنا هذا الاسم، هل بعد ما اختار ربنا سبحانه وتعالى لك اسما هل نختار اسم ثاني؟ يعني ايهما افضل؟ لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول هو سماكم مسلمين، خلاص احنا بقينا مسلمين ونصف جميعا اننا مسلمون، هذه واحده. الثانيه، الدين كله بطريقه واحده، لا يستطيع انسان يعني يجي يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم نسي ان يبلغنا شيئا؟ اليوم اكملت لكم دينكم. الدين كمل، فاللي هياتي بزياده يبقى ادعى ان حضرتك بتشوف ان الصوفيه بتاتي بزياده كثيرة طبعا ومبالغات كثيرة جدا عند هذه النقطة. نعم. عشان تقدر تشرح لنا. نعم. كل اللي حضرتك عايز تقوله. نعم. نخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل نواصل. نعم. هذا الحوار ونفهم ما هي الزيادة من وجهة نظر الدكتور. نعم. عبد الله بدر في التفسير وعلوم القرآن، ونستمع أيضا إلى رأي الشيخ علاء ماضي أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية. تابعوا. الصوفية ما لها وما عليها. كان قبل الاستراحة الدكتور عبد الله بدر يعني عايز يعقب على ما تفضل به الشيخ علاء ماضي ابو العزايم. تفضل يا دكتور عبد الله بشكل مختصر وسريع. بشكل مختصر وسريع جدا، ينبغي ان احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط في تأدية الرسالة، فوصل الينا كل ما ينبغي ان يصل الينا، فلا يستطيع مخلوق بعد هذا ان ياتي ويزيد شيئا او يضيف شيئا حتى ولو كان من وجهة نظره حسنا. اقرب مثال على هذا حديث موجود في كتب السنة الصحيحة، انطلق ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها لما خبروا بها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقلل في العبادة عشان ربنا غفر له، طب احنا مش مغفور لنا، ايه المطلوب؟ نزود. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. ألو سألت أي مسلم الآن ايه رايك في واحد بيقول انا اقوم الليل، غلط ولا صح؟ حلو ولا وحش؟ الرد السريع ان قيام الليل له اصل في الدين وشيء حسن، وهذا غير يريد ان يقوم الليل لله. وقال الثاني وانا اصوم ولا افطر. الرجل يريد ان يعني يذهب لله سبحانه وتعالى يصوم ويفطر. ونسال النيه ها هنا حسنه والمقصد حسن، تمام،
وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج، يريد أن يتبتل وأنقطع الجهاد في سبيل الله. الثلاثة بالمقاييس، كل واحد نياته حسنة ويريد أن يقدم شيئا لله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما أنا فأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغم عن سنتي فليس مني. طب ما الصفية بيتجوزوا، ما اعتقدش ان هم لا يتزوجوا. مش هو ده المعنى، انا مش بتكلم. امال المعنى ايه يعني؟ المعنى اللي انا اريده ان يصل للناس ان الزياده عن الحد اللي وضعه الشرع غير مطلوب. الشرع اعطاني حدا. ايه الزياده اللي بتضيفها الصوفيه؟ هتكلم انا هقول انا عاوز اعرف. ما انا ده اللي انا هقوله يعني. ادوني فرصه. طب اتفضل يا فندم. فالزياده عن الحد المطلوب مرفوض. تمام. هي الزياده اللي حضرتك شايفها مثلا في كلام اللي الشيخ بيقول: كلما زاد التصوف زادت الاخلاق. طب ما انا عندي القران والسنه يعني تكفيني في الاخلاق، انا محتاج ان انا اقول انا متصوف عشان يبقى عندي اخلاق؟ ام المؤمنين عايشه صورة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القران. طب ما انا باخد اخلاقي من القران والسنه، انا محتاج اكون اسمي متصوف عشان يبقى عندي اخلاق؟ انا محتاج ان انا اكون مسلم ملتزم بالقران والسنه عشان يبقى عندي اخلاق. دي واحده. الثانيه، انا لما اجي اعالج مشكله يعني هفترض ان ظهر انحرافات دينيه كما يقول الشيخ وتسيب ديني، لما اجي اعالجه اعالجه من خلال القران والسنه ولا من خلال طريقه انا اخترعها وازيدها في الدين؟ اللي هي مساله الذكر والتمايل. انا لم يرد، هات لي في تاريخ يعني، انا كنت بستبد شرعي من القران والسنه، هات لي في القران ما يامر ان انا اعظ تمايل وتراقص وانا بذكر الله سبحانه وتعالى، ده تنافى مع الادب مع الله. هات لي من السنه النبي فعل هذا او فعله احد من صحابته، هات لي ده. دي اللي انا بقول، انت بتعالج قضيه، انت شفت اخلاق الناس انحرفت؟ اه. انت بتشوف ان الذكر ده مش من القران؟ اه طبعا، بالطريقه دي، بهذه الطريقه، القران دعاني الى الذكر، الذكر له اداب. النبي صلى الله عليه وسلم اما كان يذكر الله؟ الصحابه اما كانوا يذكرون الله؟ ده كلام جميل جدا. كلام كده من تعقيب الشيخ علاء. اتفضل. لما تقولوا 1 2 3 4 في الالعاب السويديه حلال، لما اقول الله 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 حرام. حضرتك خلطت هو كده. لا هو كده، حضرتك خلطت في الامور. ده كان امر دنيوي، انا امر ديني. انا الان بتكلم عن امر ديني، بتكلم عن تمرين جسدي وروحي. انا بقول السويدي لما اقول في 1 2 3 هو عايز حلال. امر دنيوي. الله الله امر دنيوي. امر دنيوي. يا سبحان الله. اخي انت الان تخلط في الامور. طب هل ده مضر في حاجه؟ تحديث خلط الامور يعني يضر في خلط الامور. ممكن نوضح جزئيه بسيطه جدا، ممكن نوضح جزئيه بسيطه جدا. اتفضل. الخلط اللي واقع مضر. نعم المضر، هذا الكلام مضر. ما انا هقول اهو، الخلط اللي واقع عند الناس انه انت بتيجي تاخد امور دينيه تقيسها لي على امور دنيويه. لا موضوع تاذيب مضر. ما هقول اهو، انا عايز اقول حاجه، ادوني فرصه بس اتكلم. ادوني فرصه بس اتكلم. اتفضل يا جدع. انا وانت، انت ترى ان في امر وحش وانا بقول عليه حلو زي ما احنا شايفين الان. هنقعد الصبح كده، اللي يقرر ان ده حلو ولا وحش ايه؟ شوف مسطره نقيس بيها. لا الشرح. الشرع المسطرية الشرع. حلو. تعالى حضرتك بتقول حلو، مش هو بيقول حلو وانا بقول وحش، من الذي يطلب فينا بالدليل؟ طيب ده كلام جميل جدا. اكمل بقى جزئية. لا 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 لحظة، انت مطالب بإقامة دليل يا شيخ علاء حوالين ان هذا له اصل شرعي. لا ما هو بس لو سمحت، انا برضه الناس ارجو ان الناس خلينا يسمعوها بعد اذنك. اتفضل. في ثانية واحدة. اتفضل. في ثانية واحدة. اتفضل. علم الاصول بيقول أنا وأنت إذا اختلفنا في أمر دنيوي، أنت قاعد على الكرسي ده، أنا مش عاجبني الكرسي ده، ده شيء دنيوي اللي هي زي السويدي اللي احنا بنتكلم فيه. إذا اختلفنا في أمر دنيوي فالأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، فالذي يمنع هو الذي يطلب بالدليل. فأنا لو بقول لك الكرسي ده حرام، قولي ليه؟ هقول لك ليه. وأنت بتقول حلال، أنا اللي بقول حرام، أنا اللي أطلب بالدليل مش أنت. بالدليل تمام. إذا اختلفنا، بينا على من ادعى. لا مش قاعدة، إذا اختلفنا في أمر ديني، انا هو الان بنختلف في امر ديني مش دنيوي، مش بتكلم في السويد، انا بختلف في امر ديني. اذا اختلفنا في امر ديني فالاصل في الامور الدينيه الحاضر، يعني انا لا اخذ امرا دينيا الا بنص. طيب. والا كل واحد هيخترع ويالف ويعمل الشرع بمزاجه. رايك ايه في الكلام ده؟ ده كل واحد يخترع ويالف ويعمل الشرع بمزاجه، ودي مساله طبعا لا طريقه. في نقطه مهمه جدا. اتفضل. كل المسلمين يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أنا وجهة نظري في حياتي إن أنا بقوم الأخلاق موجودة في القرآن. كويس. والأخلاق موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. والأخلاق موجودة في سيرة آل البيت. ده علاقته إيه باللي بيقوله؟ أنا أقول لحضرتك بس إن أنا في أشياء أخرى أنا
قد أزيد فيها في أخلاقياتي. لا دلوقتي لا دلوقتي سامحنا من عشان هو الدكتور عبد الله بيقول دلوقتي أرجو بقى وقفة هنا، قد أزيد فيها دي اللي أنا بتكلم بقى. يعني هو الدكتور عبد الله بيقول واحد أن الزيادة ليست مطلوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كملها. إن هو ده يعني الكلام الحديث هذا. أنا بقول لك الحديث هذا إن هو يصوم ولا يفطر، إن شاء الله هيموت مش كده ولا مش كده؟ لا هيصوم ولا يفطر، يصوم خالص طول عمره. أيوه يعني يصوم الصبح كل يوم، يعني كل يوم بيفطر بقى من المغرب يعني. لا ولا يفطر، هو كان الحديث بيقول كده. مش فيش روح للحديث. وان انا اقوم بالليل ولا انام، والثالثة ان انا اعتزل النساء. دي حاجات شخصية وزيادة عن الوضع بتاعها. هنا سؤال الطرق الصوفية يعني هل مش بتقوم بزيادة؟ الشيخ الدكتور عبد الله غير انها غير مطلوبة، هذه الزيادة غير مطلوبة، ثم انها تبقى اللي بيقولوا انها خارجة عن الاصول. حضرتك الان بتقول بيجي الشيخ يزيد شيء، يزيد ايه؟ يزيد يزيد على مين؟ يزيد في يزيد ايه؟ يعني. يزيد ايه؟ يزيد علما من عنده ولا من الشرع؟ لا مش شرع، مش شرع. يبقى انا مش محتاج اقول دي طريقه صوفيه، هو محتاج اقول ده الشرع. انا محتاج اقول ده الشرع، انا اقوله وده يقوله وده يقوله وده يقوله، مش محتاج لشيخ صوف. ما انا لسه بقول لك حضرتك هتجيب من الدين ولا هتزود عن الدين؟ هتجيب من الدين. يبقى ما يلزمنيش تعمل لي طرق. طرق ليه؟ هي كلها طريقه واحده، الدين كله طريقه واحده. هتجيب من عندك يبقى هنقف بقى معاك كده. يبقى ما انا بقول لك الغي كل الائمه، مش بقول الائمه بيزودوش على الدين. كل شيخ بيقول لك فاتت كل طرق في تربيه الناس هكذا يعني. كل شيخ وله طريقه كلام العوام. انا عايز انا الشرع، الشرع طريقه واحده، الكتاب والسنه. يعني عايز اقول لا بالعكس، الائمه اللي حضرتك بتتكلم فيهم اللي هم زي ابو حنيفه والشافعي ومالك عليهم رحمه الله، لما اختلفوا ما كانتش طريق، ده اختلاف في فهم النص، اما نابع من مشكله في اللغه، واما نابع من مشكله في السياق، بيختلفوا في النص. مفهوم. ما تجيبليش الكلام اللي بيتقال ده انا اقعد ازود واخترع العباده. هو الزياده هنا ازاي؟ هنا خرج عن اقتراع عباده جديده ولا اي حاجه من هذا. انا بسال حضرتك سؤال واحد، اللي بتجيبه لي موجود اصله في القران والسنه، يبقى ما لزمنيش تقول له طرق، يبقى احنا كلنا طريقه واحده وهنلتقي عليها. يبقى ده هيبقى غير ده ولا ده غير ده ولا هيبقى ده غير ده ولا هيبقى ده. ملوش اصل في القران والسنه، حضرتك بتزود او بتنقص، يبقى خرجت عن القران والسنه والكلام اللي انت بتقوله لا يلزمني ولا يلزم احدا من المسلمين. فانا باجي اقول انا احنا اختلفنا في مساله التمايل اللي انا شفته، الناس اللي عماله تتراقص ده يتفق مع انا لو دخلت الان امام اي انسان واردت ان اثني عليه وقلت اترقص له كده هيقبلني؟ انا واقف بين يدي الله. من اين جئتم بهذا التراقص وجعلتموه دينا؟ دي زياده في الدين لا فعلها النبي ولا فعلها الصحابه ولا القران دعاك اليها ولا السنه دعتك اليها، بل بالعكس صدنا بالادب. شغال علاء اتفضل. شغال سيادتك دلوقتي احنا بنتكلم في موضوع دنيوي مش كده؟ هذا الموضوع الدنيوي له اثر على صحه الانسان مش كده ولا مش كده؟ ايه هو اللي كده؟ اللي هو الالعاب السويديه. لها اثر. ايوه لها اثر على صحه الانسان. تمام. لما انا اقول 1 2 3 4 يبقى حلال، لما اقول الله الله يبقى انا يبقى لا حرام. هي الفكره اللي بيقولها الدكتور عبد الله وعايز اسمع تعقيب حضرتك عليها، ان حينما اقول او اتعبد هناك يعني ايه سمات العباده اتفق عليها الناس ودليل وشكل الاشكال وقد هو بيشوفها ان دي تجاوز منها اساءه في العباده. اساءه لمين؟ ايه الاساءه اللي فيها؟ استاذ الفاضل، استاذ الفاضل فاهم الاساءه اللي فيها؟ انا عندي الان انها بدعه ما كانتش موجوده. بدعه ما كانتش موجوده. طب ما في بدع كتير كويسه، في بدع حسنه، القاعده اللي بتقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بالظبط كده، اعترض على هذا. مفيش حاجه اسمها بدعه كويسه. لما سيدنا عمر في لما قال صلاه التراويح تبقى جماعه، قال نعم البدعة تهيئة. ليها أصل يا أستاذي، ليها أصل. هقول لك أصل. في بدعة حسنة. هقول لك في بدعة سيئة. اديني فرصة أرد. كلام ده في بدعة حسنة. عشان نفهم كمان من الشيخ عبد الله، الشيخ علاء يعني وجهة نظر. طب هسألك سؤال ثاني يا شيخ علاء معلش. أسمع مسألة مثلا إيه أن شيخ الطريقة لا أحد يستطيع أنه يعني ياخد أو يقوم بأي عمل إلا بالرجوع إليه أو بأخذ إذنه. او بال يعني بالاشاره منه. ده نمره واحد. نمره اتنين، بنتكلم على مساله التوسل والاضرحه وخلافه. كل هذه الامور هل لها علاقه بالصوفيه ولا لا؟ حضرتك قول لي. لا لا علاقه بالصوفيه. لها علاقه. يعني انا اسالك سؤال، لو انت محب لشيخك فبالادب بتستاذنه في اي حاجه بتعملها.
اي حاجه بمعنى ايه؟ يعني اي حاجه بمعنى يعني افترض ان انا مثلا هسافر بره الكويت، السعوديه، امريكا، اي حته، لما اخذ الاذن من شيخي هل دي حرام؟ لا يعني دي مساله ترجع لتقديرك. راجل بيحب واحد وبيستاذنه. بس هو السؤال، هل بيتم استخدامه في تفاصيل حياتيه اكثر دقه بمعنى اعمل كذا ولا ما اعملش كذا، اروح كذا ولا ما اروحش كذا؟ أي. طب ما هو معنى كده ان هو بيفرض يعني بيفرضش ان هو لا ما بيفرضش مش بالطريقه اللي يعني هو بيوضح للشيخ بتاعه مثلا انا رايح مثلا السعوديه، هتروح انت لوحدك ولا مرافق معاك؟ لا هروح لوحدي. طب وست مرك فين؟ الحاجات دي كلها بيسالوا فيها. اذا كانت لها ظروفه الماديه تعبانه او حاجه كده بيقول اتكى على الله، الظروف الماديه مش مستريحه انا يا ابني خليك قاعد جنب مراتك. بالعكس لو ظروف الماديه تعبانه خليك قاعد جنب مراتك. لا العكس، لو ظروفك الماديه تعبانه عم سافر السعوديه اشتغل. انا راح مزين انه راح يعمل عمره او يحج او كذا. لا واخد بال حضرتك؟ فدي كلها امور خاصه وامور، وساعات بيبقى هيطلق مراته ولا بتاع والشيخ بتاعه لا ما تطلقهاش. هل في سلوك معين يجب ان يلتزم به المريدين؟ هي الطاعه للشيخ نفسه. طاعه شكلها ايه؟ طاعه لا مش عمياء، طاعه فيما يعني يبدأ. يعني هل يمكن للمريدين ان يختلفوا معك في اشياء ويقول لك اللي حضرتك اتفضلت بيه مش سليم وانا رايي كذا وبتاع؟ ولا ده مساله غير مقبوله؟ لا مقبوله جدا. المسألة التوسل بالأضرحة وكذا، حضرتك بتقول إن دي من الصوفية، فهمني إزاي؟ لا مش من الصوفية. أمال إيه؟ حضرتك قلت لي من الصوفية. لا أقول لحضرتك. في حاجتين إحنا فاهمينهم غلط. في حاجة اسمها الواسطة وفي حاجة اسمها الوسيلة. دي مسألة مهمة هتفهمها لي. واخد بالك؟ سيدنا رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى أنهم اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. كده ولا مش كده؟ اتفضل. الحديث دوت هل سيدنا رسول الله يجهل ان اليهود والنصارى ما عندهمش مساجد؟ لا حضرتك عايز تقول لي ايه؟ يعني هل يجهل سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان اليهود والنصارى ما عندهمش مساجد؟ عندهم كنائس، عندهم كنائس وسينجوج او يعني معبد يهودي او معبد مش كده؟ لو قال حتى معابد يبقى برضه معقوله، انها مساجد ديت خاصه بمين؟ بالمسلمين. تمام. مفهومها ان مش المساجد بمعناها المسجد بتاعنا، انما هو بيسجد على القبر فصار هذا مسجده. واخد بالك؟ وبيطلب من صاحب القبر النبي او الولي ان هو يبقى واسطه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده موقفكم منه ايه؟ وهذا شرك. شرك، تمام. الوسيلة بقى، الوسيلة بقى سيادتك بتروح مثلا سيدنا الحسين كويس وبتقول تجاوزا يا سيدنا الحسين اشيلي ولادي ولا اعمل لي كذا، وهو اصبر بالله، اصبر بالله سيادتك. الكلام دوت لما بيجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول الله اكبر ولا الحسين اكبر؟ يقول الله اكبر مش كده ولا مش كده؟ طيب ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان هو الراجل اللي هو داخل دوت داخل عشان خاطر ان الحسين ده يبقى ابن بنت النبي عليه الصلاه والسلام، كويس كده؟ وداخل على ان المكان ده قد يجوز ان الدعاء فيه يصلح. بس حضرتك بتقول لي قال يا حسين يعني هو ابن ودي مساله هو يعني بحاجه الى تدقيق يعني تدقيق بيه، لان هو ما يقولش يا رب الحسين يا رب يا رب الحسين اشفيني اعملني مش عارف، انما هو مفهومه ان ربنا هو الشافي وربنا هو النافع وربنا هو الضار وربنا هو كل شيء، انما الاماكن دي بيستحب فيها الدعاء زي قصه سيدنا زكريا مع ستنا مريم. طبعا. لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق هنالك دعا زكريا ربه. كويس، خلينا نطلع الى فاصل، ثم بعد الفاصل نستمع الى تعقيب الدكتور عبد الله على ما تفضل به الشيخ علاء، ونشوف هل مساله الوسيله كما شرحها الشيخ علاء ايضا هذا ما فهم في حاجه الى مناقشه. نخرج الى فاصل، بعد الفاصل نواصل هذا الحوار. تبدأ
الثقافيه ما لها وما عليها، كلام انا بعتقد انه بالنسبه لي كلام جديد، كلام مثير، في يعني اخذ ورد. قبل الاستراحه كان فضيله الشيخ علاء مضرب العزام، شيخ الطريقه العزميه، بيرى او بنتكلم على مساله القبور والتوسل، وهو ضرب لنا مثل بزياره مسجد سيدنا الحسين، وان اللي بيقول يا حسين اشفي لابني هو ما يقصدش سيدنا الحسين، ولكن يقول يعني بيتوسل الى الله بهذه الطريقه. تعقيب حضرتك يا دكتور. انا هعقب على امرين. الامر الاولاني حضرتك بتقول له ان المريد بيلغي عقله مع الشيخ، لا احنا ما فيش عقول، بس احنا لازم نستاذن ولازم نطيع. الكلام ده مش هو الواقع. الواقع ان انا في ايدي كتاب الان بيؤصل للصوفيه قواعد، وهو الانوار القدسيه في معرفه قواعد الصوفيه لعبد الوهاب الشعراني. خلاص؟ انا مش ملتزم بهذا الكتاب ولا حد ملتزم بيه، الا اللي عاوز اللي هو عاجبه الكلام. يعني دي ما تنفعش تبقى قواعد؟ لا يعني الحمد لله. اذا كانت هذه القواعد خاطئه انا ما تنفعش ليش خالص. يعني نلغي هذا الكتاب. نلغيه. طيب ادي واحد. خلاص. طيب ما تفضل به الشيخ علاء في مساله الوسيله الثانيه. الله سبحانه وتعالى قال: فلا تضربوا لله الامثال. لما جاء اهل التفسير اتكلموا في هذه الايه قالوا: لا يمكن ان تقيس الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك من العبث انك انت تقول ايه؟ أنا لو ليا حاجة عند الله سبحانه وتعالى لازم أجعل بيني وبين الله واسطة. إذن أنت الآن تقيس لله على خلقه، أنت عملت الله سبحانه وتعالى زي ظابط، زي حاكم، أنت لك عنده مصلحة فلازم تاخد له واسطة معاك. أنا لو سألتك الآن لو هناك حاكم عادل هل بيحتاج مني ومنك ومنه إلى واسطة؟ لا، نظريا لا. لو هو لا يصل إليه الناس إلا بوسائط، ده مدح ليه ولا ذم؟ ده مدح ليه ولا ذم؟ شوف انا بقول ايه؟ ده مدح ليه ولا ذم؟ فكيف انت تقيس لله سبحانه وتعالى على حاجه؟ وعلى واحد ظالم كل ما تيجي رايح له. بس هو بيتكلم عن وسيله ما بيتكلمش عن وسط. هكمل انا الوسطه والوسيله. ما انا هديني فرصه اتكلم. اتفضل. ممكن تديني فرصه اتكلم؟ ادي واحد. فانا لا ينفع ولا ذهب الى الله سبحانه وتعالى اتخذ لله سبحانه وتعالى واسطه. تمام؟ ما فيش واسطه. تمام؟ نيجي نتكلم طب وسيله عشان اللعب بالالفاظ. ايه هي الوسيله؟ الوسيلة سبب أنت تأخذه لتحقيق المقصود. تمام؟ إحنا عندنا الوسائل نوعين، وسيلة دنيوية ووسيلة دينية. الوسيلة الدنيوية اللي الماء ده الأوتوبيس اللي بيوصلك. لا الماء ده وسيلة للري. للحياة. الوسيلة الدنيوية. تمام. الوسيلة الدنيوية بيشترطوا فيها شرطين، إنها تكون مباحة وبالتجربة تفيد جديتها. تمام. خلاص. خلاص؟ الوسيلة الشرعية بيشترطوا فيها شرط واحد بس. نعم. ايه؟ موافقه للكتاب والسنه. طب غالبا تفضل بيه. هقول ما انا اديني فرصه اكمل الكلام. موافقه للكتاب والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا. كان حيا. خلاص؟ لما ذهبوا اليه ولهم مطالب عند الله سبحانه وتعالى، قال لهم ايه؟ نزل القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يعني ما تروحوش النبي الاول. ولذلك لو تتبعت شيء في القران وانا استاذ تفسير هتجد ان كل سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم جه الرد من الله ليه ليعلمه للناس بصيغه قل. يسالونك عن الخمر والميسر قل، يسالونك عن المحيط قل، الا في ايه واحده. واذا سالك عبادي عني ما قالوش قل. فاني قريب. قال له معلش بقى. مني ليهم؟ فاني قريب. بس خلاص. انت عايزه قول يا رب. اذا الوسيله دي مساله مش هكمل. لا ده لسه هكمل. انا لسه يعني اديني فرصه كامله. خلاص؟ دي واحده. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حذر من امرين، والحديث البخاري قبل وفاته قال: اياكم ان تتخذوا قبري عيدا، اياكم ان تتخذوا قبري وثنا يعبد. هات لي واحد من الصحابه ومرت عليهم كثير من المشاكل والمحن، هات لي واحد من الصحابه راح للقبر وقال له يا رسول الله اشفيني او اشفي لابني. ده سيدنا ابراهيم خليل الرحمن قال: واذا مرضت فهو يشفيني. قال لا فلان ولا علان ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فالباب لي من الله سبحانه وتعالى مفتوح. لما يجي ربنا يقول فاني قريب، لما اكون انا ساكن في شارع شبرا انزل روح الحسين عشان اغيب اني قريب. قريب ايه؟ ولا لو قعدت في بيتي وقلت يا رب مش هستجيب لي؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعال نبص لسيدنا عمر بن الخطاب. مروا بمحنه في نزول الماء. محنه. والنبي ميت. فكان اللي بيستسقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، حديث البخاري وهو حي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش قادرين يروحوا عند القبر ويقولوا له يا رسول الله
كلم لنا المولى سبحانه وتعالى ينزل لنا الماء يا رسول الله، شوف لنا حل لمشكلتنا يا رسول الله. خرجنا واحنا بنزور المسجد النبوي يعني بيقول بنعمل الزياره ثم نتجه الى القبلة عشان الدعاء يعني، وبالتالي فانت يعني فرح المساله دي تمام. هو انا اللي احنا بنقوله لحضرتك ان في اماكن يجوز فيها استجابه الدعاء، بس اللي احنا بنشوفه من الممارسات يا شيخ علاء ان حد يمسك الحديد بتاع الضريح وكذا ويملس عليه. اقول لسيادتك على حاجه، اولا من الضريح والتمليس ده، انا سيادتك انا اول مره اشوف حضرتك كويس، لو جينا اشتغلنا مع بعض وكل يوم بنشوف بعض هيبقى صباح الخير صباح النور، ممكن نسلم ايدينا بعض يوم ممكن ما نسلمش، مش كده ولا مش كده؟ طب لو حضرتك غبت عني شهر مثلا، هل لقائنا هيبقى بحراره ولا لقاء عادي؟ هيبقى ازاي؟ هيبقى لقاء بحراره. الراجل اللي جاي من البلد بتاعته ده هو جاي يزور سيدنا الحسين، جاي بقاله يمكن خمس ست او عمره ما ظهر. لما حضرتك تقول لي معلش يا شيخ عفوا، لما حضرتك تقول لي أو تقول للناس أن هناك وسيلة وأن هذا يعني المكان هو مفضل مقبول الدعاء فيه عن أماكن أخرى، وبالتالي وعلى المريد أن يسمع كلام الشيخ يعني أنا ناخدها واحدة ورا الثانية كده، يبقى في هذه الحالة هذا الشخص طبقا للي حضرتك قلته هيتوجه يعني يعتقد أنه أن الدعاء هنا أفضل. ده بعد إذن حضرتك يعني هو هام يعني هو مين اللي سمح له يجي يزور الحسين ومين اللي قال حديث النبي واضح لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد؟ معلش يعني مين اللي قال له؟ مين اللي قال؟ يعني باي شرع هو يفعل هذا؟ اتفضل اتفضل يا شيخ. شوف يا فندم، احنا كصوفيه اولا الحكايه في الطاعه العمياء دي مش موجوده. لا والله موجوده. انا بالنسبه لي انا مش موجوده، بل بالعكس يمكن في طرق تانية حضرتك تعرف ان في الطاعه العمياء موجوده؟ ما اعتقدش والله. ده احنا بنتكلم على 100 طريقه. احنا بنتكلم على 11 مليون واحد. ما اعتقدش هذا. النهارده يا فندم الناس كلها اتفتحت. بعد اذن حضرتك الكتاب اهو، المريد لا يقيم ميزان عقله مع كلام شيخه. هل ده صحيح؟ ده تعالى بص ده انا هسرد لك قصه هو ذاكرها. هو قال لك الكتاب ده كله بلاش، هو الشيخ لا قال لك بلاش الكتاب ده كله خلاص، يبقى يبلغه ان هو ده يتحرق. وانا موافق على انا يعني لو هو ده بيتكلم في الحلقه ده اللي انا عايزه ان الكتاب ده يتحرق. اتفضل يا شيخ علاء. واخد بال حضرتك احنا يعني ايه هو الصوفيه اللي عملوا ايه في حياته؟ مين اللي حارب التتار غير العز بن عبد السلام والصوفيه اللي كانوا معاه وامام صوفي؟ مين اللي حارب مع صلاح الدين الايوبي بالصوفية بتوعه عبد الرحيم القنائي وعبد القادر الجيلاني والمدني المغربي؟ مين اللي هو حارب بعد كده الصليبيين احمد البدوي وابو الحسن الشاذلي؟ انا بقول اللي بيتكلم عليها انا بتكلم على هذا لا يطفي على الصوفية الشرعية. هذا لا يطفي على الصوفية الشرعية. طب هذا السؤال يعني اذا كان ذلك كذلك كما يقولون، هو حصل ايه بعد كده؟ هل حصل انحدار مثلا؟ هل اتغيرت المفاهيم؟ هل المساله؟ لا 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 انا هقول لك على حاجه. انت كراجل معانا دلوقتي اهوت، عاوز اقول لسيادتك ايه اللي ممكن نقدمه لهذه الامه عشان تنهض؟ القران والسنه. كويس جدا. القران والسنه دول لحد النهارده هل حد فهم كل الناس كل القران وكل السنه؟ والطرق الصوفيه يعني الفهم ناقص والطرق الصوفيه لا انا ما بقولش كده. انا بقول الطرق الصوفيه بتقوم بنفس الهدف، تفهيم القران والسنه. تفهيم القران. هسألك سؤال قبل ما ابتدي اخد المكالمات اللي معايا الكلام اللي بيتقال انه احيانا ان هناك خوارق ومعجزات لدى الصوفيين، وان الشخص ممكن عنده الكشف ويرى ما لا يراه الاخرين وكل هذه الامور، هل ده صحيح؟ الامام عبد القادر كرامات سيدي عبد القادر الجيلاني قال من كان يمشي اذا كان شيخك يمشي في الهواء يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخترق الجدران وهو على غير شريعه فانت متبع لشيطان. لا هو مش ده السؤال. ما في صحراء، مش ده السؤال، لكن سؤالي هل هذه الخوارق والكرامات اللي بيقوم بها الاولياء هي مساله موجوده في 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 قلب الصوفيه؟ لا ممكن فيه يحصل كرامه
ايه هي الكرامه زي ايه يعني؟ يعني مثلا ممكن ان انا مثلا واحد مثلا يشوف رؤيه وتتحقق ويقولها لنا. بس هل الكرامات دي مقصوره على الصوفيه ولا ما ممكن؟ لا مقصوره، مش مقصوره على الصوفيه، مقصوره على كل الناس. ممكن اي حد يكون صالح بيشوف يحصل له هذه الكرامه، مش مقصوره على طرق الصوفيه ولا اولياء الصوفيه. هل الطرق الصوفيه بالطريقه دي بيصبحوا مؤهلين اكثر لهذه الكرامات زي ما بتقول؟ لا مش مؤهلين اكثر، دي ده ربنا بيكرم الشيخ ابو العزايم. طب ليه ما حدش بيحصل له؟ طب انا بقول لك، انا بقول لك اهو يا فندم، الشيخ ابو العزايم نفسه قال ايه؟ الاستقامه خير من الف كرامه. خليني اخرج على هذه النقطه الى فاصل، ثم بعد الفاصل نواصل هذا الحوار. ما عليها، كنا بنتكلم على فكره الكرامات كما يقول الشيخ علاء، وانه يعني هناك ايضا كرامات. تعقيب سريع يا دكتور عبد الله عشان تاخد مكالمات. قلت ان في كرامات الاولياء، في، والشرع نص على هذا، وبعض الصحابه كان ليهم ظهرت على ايديهم، بس لابد ان احنا كما قلت نفرق بين الكرامه والمعجزه، ومن هو الذي تجري على يديه الكرامه، وايه هي الكرامه؟ ما انت ممكن تفعل شيء خارق للعاده ويبقى خزي ليك من الله سبحانه وتعالى، مش كرامه. مش كرامه. هو اذا كان على شريعه فهو يعني هذا ما نريد. نعم نعم. فهذه ليست قصرا لا على الطرق الصوفيه ولا على اوتادهم ولا اقطابهم. الباب فيها باب عام، باب عام. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. كل من كان مؤمنا تقيا هو من اولياء الله، وقد يجري الله على يديه الكرامه، وكون مما لا يتوقع. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رب عبد اشعث اغبر ذي تمرين لو لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره الله. هو هنا السؤال، اذا كنتوا حضراتكم يعني واصلين لهذه النتيجه، طب اما ملاحظات حضرتك ايه؟ وتعمل شرايط وكذا وبتاع. ما انا قلت إيه؟ انا رقم واحد، هم الان يخلعون الولايه زي ما حضرتك بتكلم على اناس لا يستحقون الولايه. لا يستحقونها، يعني لما تقرا تاريخه تجد انه رجلا مثلا نصابا وافاكا وكذا وكذا وكذا، ويصنعون منه ولي. فاقرا ما عند هؤلاء كما قلت، بيلغوا عقل الانسان مع شيخه، هذا لا يقر شرعا. هل في ناس ما ممكن ادعت الولايه او شاف انها يعني ولي؟ ادعوا الولايه؟ انا معاه في هذا. نعم خلاص. ياتي بعد هذا، تعالى بقى اتكلم على لب القضيه. انت بتضيف لي ايه في الدين؟ لا يستطيع واحد انسان، اي انسان على وجه الارض ان يقول انا اضفت للدين. اذا كلنا بنعود الى اصل الدين، القران والسنه. اذا انا مسلم وانت مسلم، انت بتميز نفسك عن غيرك. انا بقول لك مفيش اضافه. رابعا، الطرق اللي بيستخدموها ان انا افقر واهتز وارقص والكلام، هذا ليس من الدين في شيء. تقبيل الاضرحه والاوليه والاستغاثه بهم والاستعانه بهم، كل هذا شرك بالله رب العالمين. يعني اما يجي واحد يقول مدد يا حسين، يا اخي مين من يطلب المدد؟ من حسين ولا من ربه؟ خلينا نتوقف عند هذه اللحظه وناخد مكالمات مع الاستاذ السيد. اتفضل يا استاذ السيد، وارجو التعليقات تكون سريعه عشان الوقت لو سمحت. اتفضل. الو. ايوه يا استاذ السيد اتفضل. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك انا عاوز اسال عم علاء ابو العزايم. نعم. ما ينفعش تقال عليه شيخ على فكره. نعم. انا دعيت مره لمولد اسمه مولد الست فاطمه النبويه. نعم. ورا مديريه امن القاهره. نعم. يا استاذ جمال، فيه مخدرات وفي شرب بيره وفي لعب قمار، والاذان اذن اذان الفجر ولم واحد منهم من الموجودين داخل المولد دخل يقيم صلاه الفجر، هل هذا من الاسلام؟ لعم علاء السؤال دوت. واضحه النقطه يا استاذ سالم، بشكرك. استاذه منى، استاذه منى اتفضلي. مساء النور يا فندم. احنا الحقيقه مش عارفه نشكرك ازاي على برامجك الراقيه ربنا والادب بتاعك الجامد. اتفضلي. أنا الحقيقة مع الدكتور عبد الله، لأن ليا تجربة. الحقيقة يعني أنا ما كانش عندي لغة عربية، وأنا بأسفة بقول هذا، ولكن الحمد لله ربنا رد عليا. أنا من السبعينات وأنا بقرأ القرآن بالتفسير، فأنا شايفة بتجربتي إن التفسير فيه كل حاجة. أنا ما دخلتش لسه السنة، ولكن فيه كل حاجة لحياتنا اليومية. يعني أنا شفت بعيني، كنت بروح سيدنا الحسين في رمضان كان بيقفوا يقولوا لي اسعي ولفي. يعني المفروض أنا بقول للشيخ أبو العزايم إن بدل الحاجات اللي هم بيعملوها دي فعلا، يعلموا الناس، يعلموهم النظافة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، واضحة النقطة. شكرا أستاذ عبد السلام. اتفضل أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. سلام.
اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك على الهواء، اتفضل. انا بقول لشيخ علاء. اتفضل. طيب، بقول لشيخ علاء بعد اذن حضرتك ان المبتدع اخطر من العاصي. واضحه النقطه. بشكرك 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 استاذ عبد السلام. استاذ هشام، شكرا نور يا فندم، اتفضل. حضرتكم ضيوف الكرام، اهلا بك يا فندم. هو في الحقيقه الاستاذ علاء ما فهمتش منه ولا كلمه وما اقتنعتش ولا كلمه خالص، ولكن عايز اقول الشيخ بدر رد على ايه الجوانب السلبيه على الدين من الصوفيه. انا هقول على الجوانب السلبيه على الدنيا بقى. يعني في تغييب للعقل وتغييب للاراده الانسانيه. اما انا اخد اذن من حد، هل في عصرنا ده في القرن العشرين عصر الحريات وعصر العقل ان انا اروح اخد اذن من حد؟ شكرا استاذ هشام، عشان استنى الوقت، معلش انا اسف جدا، معلش. استاذ كمال اتفضل. استاذ كمال معانا. استاذ كمال، استاذ حمدي اتفضل. استاذ حمدي، استاذ الحضور، مساء الخير. اتفضل. قضيه التصوف قضيه ملتبسه. ايوه. في ايه في القران الكريم بتقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. غايه المريد في التصوف هو ان يحب الله، ولكنه بينسى انه الغايه الاسمى ان الله سبحانه وتعالى يحبه. قضيه التصوف قضيه فلسفيه، بتهيألي ان هي محتاجه يعني العديد من، طبعا انا مع الدكتور عبد الله في كل بطل. شكرا دكتور حمدي، معلش عشان الوقت. يعني كلام راشد، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور سامي، هاخد اخر تليفون، اتفضل دكتور سامي. مساء النور يا فندم. كنت حضرت زمان واحد صديق سألني في الطريقه البرهاميه الشاذليه، كان فيه الشيخ محمد عثمان البرهامي. أيوة. رجل سوداني كبير، رجل طيب قوي. ففوجئت الناس اللي داخلين، مجموعه شباب داخلين مهزومين اصلا بتعشوا، ويدخلوا يقبلوا ايده ويقعدوا، وبعدين اي كلام. الشيخ محمد كان رجل طيب وظريف قوي وحبوب، انما اي كلام. ناس مهزومه اصلا. وبعدين في واحد المساعد بتاعه قال كلام غريب جدا، كلام مذهل. قال لك لما تقول لا اله الا الله لازم تشوفك تقول لا اله الا الله، والا تبقى كفرت. قلت لا اله، افرض مت، وانت قلت لا اله تبقى مت كافر. اشكر اشكرك دكتور سامي. ناخد تعقيب اخير من الشيخ علاء، اتفضل يا شيخ علاء. بالنسبه لسوق البيره والحاجات الموالد اللي بيحصل في الموالد، المولد ده ينقسم الى قسمين. بس بقول لك الناس ما راحتش تصلي. انا هقول لحضرتك، المولد ينقسم الى قسمين. مولد اللي هو في المسجد نفسه يقام او في سرادق، ودوت لا يمكن تجد فيه هذه الاشياء. انما الشارع نفسه والاهاوي نفسها اللي جنب المولد هي اللي بيحصل مثل هذه الاشياء. ده توضيح. دلوقتي عايز حضرتك تقول لي يعني كلمه اخيره بعد ما سمعت الاستاذ عبد الله. يعني انا مش معترض على اللي بيحصل في الموالد، انا معترض على المولد اصلا. هل في الشارع حاجه اسمها موالد؟ وده اللي انا لسه بقوله، الزياده في الدين يا اخواننا، اللي انت بتجيب من الدين مولد. مش حاجه اسمها مولد، مش حاجه الاسلام اسمها مولد. مولد ايه؟ هم الصحابه عملوا مولد للنبي، الصحابه عملوا مولد لابو بكر، عملوا مولد لعمر. هم ما كانوش بيحبوا الناس دي؟ يعني حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حب الجم. يعني جاهلين عن ان في حاجه اسمها مولد، والصوفيه جايين دلوقتي يقولوا هو ده الحب لهذا الذي مات. من قال هذا؟ طيب من قال هذا؟ هل عندك تعقيب قبل ما نطلع؟ بالنسبه للموالد، اولا الوالي هذا بالنسبه للتصوفيه هو رجل قدوه ويقتدوا به. بس ده ما كانش موجود قبل كده، والنبي ما كانش قدوه. لا، والنبي قدوه، بيحتفلوا بمولد النبي. ده النبي اللي قال لهم كده؟ ده انتوا اللي عملتوه. النبي ما قال هذا. النبي بيوم ميلاده، يوم ميلاده صامه ما قالش طبل لي وزمر لي واعمل لي مولد. الصحابه عملوا كده؟ امال هو المولد اللي حضرتك بتعمله ايه؟ بيتكلم فيه ذكرى راجل اللي هو ده ولي. جبتها منين؟ جبتها منين؟ جبتها يعني ده سؤالي. وهي ضر في ايه دي؟ واضح ان الخلاف ما زال مستمر. ان شاء الله نقدر يكون عندنا وقت تاني اطول شويه، نقدر نشرح فيها الحاجات بشكل اكثر تفصيلا. انا بشكر الشيخ علاء ماضي ابو العزيم، شكرا جزيلا. وبشكر الدكتور عبد الله بدري، شكرا جزيلا. وبشكركم جميعا، وغدا يوم اخر ان شاء الله. تابعوا.